إذا اضطرابات النظم اللي بنشاهدها في الإنعاش القلبي الرئوي إن أربع نظم: اللا انقباض أسيستول، الرجفان البطيني ventricular fibrillation VF، والتسرع البطيني بدون نبض أثناء توقف القلب، ما بنشوف نبض أكيد، pulseless VT أو pulseless ventricular tachycardia. والنظم الرابع هو الفعالية الكهربائية بدون نبض pulseless electrical activity أو المشار إليها باختصار BEA. تعالوا نشوف كل واحد منها. الرجفان البطيني، المعايير التخطيطية سرعته بين 150 وقد تصل إلى 500. الQRS غير مميزة، الQRS غير مميزة أبدا، يعني ما واضحة، شايفين لا R مميزة لا S مميزة لا T مميزة وأكيد ما في B. النظم طبعا غير منتظم، شايفين عدم الانتظام واضح. ممكن صنفه لرجفان بطيني خشن مثل ما أنا شايفينه، بيكون الالتيتيود تبعه الارتفاع أكثر من 10 ملي، يعني أكثر من مربعين. لما يكون الالتيتيود أقل من 5 ملي يعني أقل من مربع نسميه رجفان ناعم. بالحالتين نفس العلاج، بس منشان تميزوا رجفان ناعم أحياناً هيك بيخدعك بتحسب إنه هو أسيستول، لا بيكون أقل من 5 سنتي وما هو خط سواء. الله نشوف الأسيستول. شو بنعالج الرجفان البطيني؟ بنصدم، إذن الصدم أول شيء 200 ل 360 بايفيزيك 200 مونوفيزيك 360، ما عرفت تضرب بأقوى جول موجود عندك. طيب لما بينكس الرجفان البطيني، عمل أول رجفان صدمنا مسدنا دقيقتين رجع رجفان ثاني صدمنا دقيقتين رجع صار عندنا رجفان ثالث، نصدم المرة الثالثة وهم نعطي أدوية لتمنع عودة الرجفان، سموه أدوية النكس، هن الأميودارون والليدوكاين. قبل 2019 يعني جايد لاين 2015 كانت مصرحة فقط في الأميودارون، رجعوا صرحوا بال 2019 إنه الليدوكاين مسموح ما في مشكلة. بنعطي بعد الصدمة الثالثة بنعطي الأميودارون الكوردان طبعا مشهور بالاسم التجاري 300 ملي جرام، إذا أمبولتين لأنه أمبولة هي 150 ملي جرام. وفي حال حدث رجفان بطيني بعد ذلك، يعني بعد هاي الجرعة رجع صار عندنا رجفان بطيني رابع بعد جرعة الأميودارون الأولى 300، بنعطي جرعة ثانية بس 150 هالمرة، إذا أول جرعة 300 ثاني جرعة 150. إذا ما متوفر الأميودارون ممكن نعطي الليدوكاين، الليدوكاين جرعته 1 ملي جرام على الكيلو، هي الجرعة البدئية بعد النكس الثالث من الرجفان البطيني. وإذا نكس نكس رابع جرعة بتصير نص الجرعة الأولى، يعني أعطينا أول مرة 1 ملي جرام على الكيلو نعطي نص ملي جرام على الكيلو الجرعة الثانية. التسرع البطيني سرعته فوق المية، ممكن يكون بين 120 ل 250، لاحظوا ما بيوصل ل 500 مثل الرجفان البطيني. كمان ما عم نحسن نميز الكيو ار اس، موجات بي غايبة، الكيو ار اس عريضة بس ما هي مميزة، بس عادة أكثر من 3 مربعات، ما في فعالية أذينية، لكن الفعالية البطينية بتكون عادة منتظمة، هي بيميزوا على الرجفان البطيني إنه لاحظوا فيه انتظام أكثر. ممكن يكون أحيانا وحيد الشكل مثل هذا أو متعدد الأشكال. طبعا التسرع البطيني علاجه بدون نبض اثناء توقف القلب مثل الرجفان البطيني، اذا ازاله الرجفان ب 200 ل 360 جول والادويه اللي بتمنع عوده الرجفان نفس الجرعات نفس يعني الفكره، الكوردان 300 ملي جرام ثم 150 او 1 ملي جرام على الكيلو من ليدوكاين ثم نصف ملي جرام على الكيلو من ليدوكاين بعد الضربه الرابعه. شوفوا يعني الصورة هيك بس توضح لنا الفرق بين الرجفان البطيني والتسرع البطيني. الرجفان البطيني عم تجيك بؤر بطينية من كل مكان، لاحظوا من كل مكان، أما التسرع البطيني بؤرة واحدة عادة، شايفينها بؤرة واحدة بطينية تؤدي للانقباض بالشكل السريع. الرجفان المتأرجح للزورة تورسات دي بوينت هي حالة ممكن نشوفها يعني في بعض الأحيان لما يكون عندنا نقص مغنيسيوم أو أحيانا تطاول كيو تي بسبب بعض الأدوية، عبارة عن يعني قمم ومنخفضات من التسرع البطيني، مثل ما احنا شايفين قمة بعدين منخفض قمة بعدين منخفض. علاج مثل التسرع البطيني بس بنضيف لها هون سلفات المغنيسيوم كعلاج إذا شفنا هالتأرجح الزراب بسموه هضاب ويعني هلال، نزيل رجفان طبعا
ونعطي سلفات المغنيسيوم 2 جرام دفش وريدي. بتوقف القلب نعمل دفش وريدي. احيانا بيجينا هذا التورسات دي بوينت مع نبض، فما في داعي هون الى يعني ازاله الرجفان، ممكن نعطي سلفات المغنيسيوم خارج حاله توقف القلب، ونعطي سلفات المغنيسيوم 2 جرام دفش وريدي. هنا دفش وريدي. طيب الحاله الثالثه من اضطرابات النظم هي الفعاليه الكهربائيه بدون نبض، البلسلس الكتريكال اكتيفيتي. هو طبعا نظم حيوي. مش معناته نظم حيوي يعني بنشوف احيانا بي وكيو ار اس وتي، لكن ما بنحس بالنبض. اذا جسينا النبض ما في فعاليه، اذا سمعنا القلب بالسماعه ما بنسمع فعاليه. اذا لذلك سموها فعاليه كهربائيه، اذا بس كهرباء عم بيطلع تخطيط القلب كهرباء بس نبض ما في، اذا نبض غير فعال، معناته نظم غير فعال. مازال القلب ما عم بيعمل التقلص الكافي لا يضخ لنا الترويه للاعضاء الحيويه، معناته غير فعال، فبسموها فعاليه كهربائيه بدون نبض. طيب هل نصدم المريض؟ لا ما نصدمه، لانه لا رجفان ولا تسرع، ما في صدم للمريض. بنتابع تمسيد القلب ونبدا الانعاش، بنتابع الانعاش ونبدا اعطاء الادويه مثل الادرينالين، والادرينالين مقوي للعضليه القلبيه، ورح نشوف يعني بفقره الادويه كل شيء عن الادويه. اذا بيعطى الادرينالين، بنتابع الانعاش، وبنشوف بنبلش بنفكر بالاسباب القابله للعكس، ايضا رح نعطي عليها محاضره كامله. بنشوف 5 اتش و5 تي، رح نشوف شو هن وبنبلش معالجتهم. طيب لو كان عندنا الفعاليه هي اسيستول، طيب احيانا يعني قبل الاسيستول ممكن يكون في عندنا نبض، مثل ما انتم شايفين ممكن يكون احيانا المريض عنده نبض وبيفقد فورا بصير اسيستول، او ممكن يكون هاي بلسز الكتريكال اكتيفيتي. لاحظوا مثلا ممكن يكون في عندنا فعاليه كهربائيه بس جس النبض ما بنلاقي في نبض، بس هون صار اسيستول. الاسيستول لاحظوا يعني خط سواء بيميزه على الرجفان الناعم، انه او يعني شوفوا ما في التيتيود ابدا، ما في ارتفاع يعني. طبعا هون كمان ما في داعي للصدم المريض، بنتابع الانعاش وبنعطي ادرينالين 1 ملي جرام وريدي، وبنتعرف على الاسباب القابله للعكس ومنعالجه. وهيك بيكون انهينا محاضرتنا لهذا اليوم.